مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إسعاف. يمكن زي ما عودناكم حلقتنا هتكون على الهواء مباشرة، هيسعدنا إن احنا نستقبل تليفوناتكم واتصالاتكم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة أمامنا حالا. موضوعنا النهاردة مختلف، يمكن دايما بنتكلم على التخسيس وعلى الأنظمة الغذائية وإزاي نقدر نوصل للوزن المثالي، لكن في مرحلة حرجة بتحصل لنا دايما مش بنتكلم عليها. ده هيكون موضوعنا النهاردة، وهي مرحلة تثبيت الوزن. إزاي في المرحلة دي نقدر نثبت الهمة بتاعتنا ونثبتها عشان خاطر نقدر نوصل للوزن المثالي ونحافظ عليه؟ والمرحلة دي بتكون حرجة لأن الهمة بتكون قلت، خصوصا بعد ما بنوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. إزاي نحافظ على حماسنا؟ وإزاي نحول النظام الغذائي لأسلوب حياة؟ وإيه الأخطاء الشائعة اللي بنقع فيها دايما في مرحلة تثبيت الوقت؟ وبرضه هنعرف أكتر عن الرياضات والتمارين المهمة اللي هتساعدنا إن احنا نوصل بنجاح في مرحلة تثبيت الوقت وتثبيت الوزن. كل ده وأكتر هنعرفه مع الدكتور اللي مشرفنا الليلة، دكتور باسم خليفة، رئيس وحدة السمنة والنحافة بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. يمكن ببساطة كده يا دكتور عايزين نعرف في الأول إيه هي مرحلة تثبيت الوزن، وازاي السادة المشاهد يقول ان انا كده كفايه رجيم، انا كده وصلت للمرحله اللي انا اوصل فيها ان انا اثبت الوزن. بص، هي مرحله تثبيت الوزن بنوصل لها لما نوصل خلاص ان احنا نبقى في الرينج الطبيعي بتاع الوزن. تمام. الرينج الطبيعي ده ليه حاجه كده للتقييم نعرف منها اذا كان احنا دلوقتي في الـ في الـ في الـ في الرينج الطبيعي ولا لا، اللي هي ده بالنسبه للناس العاديه البي ام اي اللي هو معامل كتله الجسم او مؤشر كتله الجسم. بنقدر نحسبها؟ اه طبعا. تمام. ازاي؟ فاحنا هنقول للمشاهدين حتى علشان هم يبقوا عارفين ويبقوا عارفين ازاي هو يقدر يحسب لنفسه في البيت اذا كان في الوزن الطبيعي ولا لا. الوزن الطبيعي ده المفروض ان هو بيطلع في البي ام اي اللي هو معامل كتله الجسم من 18.5 ل 24.9. بتطلع النتيجه كده؟ اه. تمام. احنا دلوقتي عايزين نعرف اقل وزن ممكن نبقى عليه قد ايه في الرينج الطبيعي، واعلى وزن ممكن نبقى عليه في الرينج الطبيعي قد ايه. لو عايزين نعرف اقل وزن هنضرب 18.5 في مربع الطول بالمتر. مربع الطول بالمتر. بالمتر. اه. في 18.5. يطلع لنا اقل وزن ممكن نبقى عليه اللي هو تحتيه هنبقى طلعنا بره المرحلة الطبيعية بتاعت الوزن. او اعلى حاجة اللي هي 24.9 هنضربها برضو في مربع الطول بالمتر، هيطلع لنا اقصى وزن ممكن نبقى عليه. فاحنا بنبقى في الرينج ده، يعني هو في الرينج ده مفيش وزن ثابت. لا، ممكن نبقى ايه بقى جوه الرينج ده، يعني نبقى في انهي كيلو في الرينج اللي هو الطبيعي. ده بيتوقف على الشكل، لان الموضوع دلوقتي ما بقاش حكايه ان الواحد بينزل وزنه وخلاص، ينزل وزنه يبقى شكله كويس. اه طبعا. في تناسق في بين الاجزاء بتاعت الجسم وبعضها، فالتناسق بتاع اجزاء الجسم وبعضها ده بيجي عند وزن معين بجلسات معينه بحاجات معينه. يعني ممكن حد يكون الرينج الطبيعي مثلا بتاعه من 60 مثلا ل 65 كيلو مثلا. تمام. لكن يكون شكله حلو قوي عند ال 64 ويكون شكله وحش عند ال 61 مثلا. بيبقى ليه علاقه مثلا بالسمنه الموضعيه او كده؟ ليه علاقه بالسمنه الموضعيه وليه علاقه بنحت القوام احنا واحنا بنعمل ايه علشان نظبط المقاسات ونعمل تناسق للجسم اثناء ما كنا شغالين في فتره الرجيم. فبناء عليه بيتحدد الوزن المثالي. هل بيبقى في فتره محدده للتثبيت؟ يعني مثلا بقول انا دلوقتي في المرحله دي هاخد مثلا شهرين او 3 شهور عشان اثبت وزني، ولا الموضوع تدريجيا بيتحول للايف ستايل، انا خلاص عرفت عادات معينه فانا اكمل عليها على طول؟ هو لازم نعرف بس الاول ان تثبيت الوزن من الاول خالص بيبدا من اول يوم انت بتعمل فيه الرجيم. الموضوع المفهوم الخاطئ ان انت بعد ما بتخلص تبدا تثبيت الوزن، الكلام ده مش مظبوط. اه ده هو ده المفهوم المتداول يمكن. آه طبعًا. عند كتير من الناس. لا، تتابع الانظمه من الاول خالص ومن اول يوم انت بتعمل فيه الرجيم ده بيأثر على انك في فتره تثبيت الوزن اللي في الاخر هتبقى شكلها ايه، والامور هتبقى فيها ماشيه مظبوطه ولا مش ماشيه مظبوطه. معنى كده ان الدكتور لازم يكون من اول يوم الشخص المريض بيعمل فيه الرجيم يكون من اول يوم محافظ له على معدلات الحرق بتاعته ان هي تفضل ثابته وما تبوظش، علشان بعد كده لما يجي يثبت الوزن ما يبقاش فيه مشكله. احنا بنسمع كتير قوي عن ناس كانت بتعمل رجيم وخست كيلوهات كتير، وبعد ما بيخسوا يجوا اقل حاجه ياكلوها يطلعوا في الوزن جامد جدا.
ده بيبقى عشان السعرات الحرارية ده بيبقى اللي نتيجة بيدخلها للجسم. ده بيبقى نتيجة كمان ان معدلات الحرق بتاعته باظت نتيجة تتابع مش مظبوط في الأنظمة الغذائية. فهي بتفرق لو من اول يوم من اول يوم لحد ما بتخلص توصل للوزن اللي انت عايزه في الرينج الطبيعي زي ما قلنا وباحسن شكل ممكن، نبدأ بعد كده ندخل في المرحلة الثانية من التثبيت. يعني دي انا بعتبرها المرحلة الثانية، المرحلة الاولى في اثناء الرجيم. نبدأ ندخل بقى في المرحلة الثانية اللي هي نقدر نعمل فيها حاجات كتيرة بحيث ان احنا نقدر نستفيد من عملية التخسيس اللي احنا عملناها. لان عملية التخسيس اللي احنا عملناها علشان تبقى عملية مظبوطة وناجحة لازم يتوفر فيها شرطين مهمين قوي. تمام، اللي هم اول شرط ان الواحد يخس وما يحصلوش مضاعفات صحية، يعني شكله ما يبوظش، وشه ما يبوظش. ده الحاجات اللي بتبقى ظاهرة، الجسم ده الجلد مراية للحاجات. طبعا يعني ممكن حاجات تبقى جوه باظت. هستأذن حضرتك، هنكمل النقطة دي بس للأسف معانا فاصل. أعزائي المشاهدين، هستأذن حضراتكم في فاصل سريع ونرجع لكم، أرجوكم استنونا. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ولسه مكملين مع حضراتكم مع دكتور باسم خليفة، رئيس وحدة السمنة والنحافة بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، ومكملين في موضوع الحلقة وهو تثبيت الوزن. يمكن قبل الفاصل يا دكتور اتكلمنا على فترة التثبيت وازاي هي بتختلف من شخص لآخر، بس يمكن من أكتر الأسئلة الشائعة اللي خاصة اللي جات لنا في الحلقة بخصوص موضوع تثبيت الوزن هي أهم الأكلات. يمكن يكون احنا عارفين إن في أكلات معينة ومشروبات معينة بتساعدنا في تثبيت الوزن. نكمل بس الجزئية الثانية. احنا كنا قلنا إن الواحد علشان عملية التخسيس تبقى عملية ناجحة لازم يتوفر فيها شرطين. أول شرط إن الواحد يخس من غير مضاعفات صحية ومن غير مشاكل. تاني حاجة انه يخس ويحافظ على الوزن اللي هو جابه. تمام. فعشان بس الناس تبقى عارفة قدرت توفر الشرطين دول. حضرتك قلت لنا الشروط، فما كنتش عارف انه بعد كده حضرتك لازم تكمل يعني الحاجات الاسباب الرئيسية اللي تخلي العملية ناجحة. هم دول السببين. اتفضل وصل. دول السببين المهمين جدا ان احنا نقول العملية بتاعت التخسيس او عملية انقاص الوزن اللي احنا مرينا بيها. تمام. عملية ناجحة ومظبوطة وتمت على خير. تمام. بس. نرجع بقى المشروبات الاكلات او المشروبات اللي بتساعدنا اللي تقدر تساعدنا في مرحلة تثبيت وزننا. بص، هو دايما غير التكنيكس اللي احنا بنستخدمها ان احنا نعمل بيها تثبيت الوزن، دايما في حاجات كده المفروض ان هي حاجات صحيه اللي هي بتدخل في اللايف ستايل طبعا. تمام. بس في حاجات صحيه المفروض الواحد يعيش بيها على طول بغض النظر انه بيعمل رجيم مش بيعمل رجيم، يبقى اسلوب حياه. بالظبط. التثبيت مش التثبيت، المفروض ما يبقاش في افراط مثلا في تناول الملح، ما يبقاش في افراط في تناول المياه الغازيه، ما يبقاش في افراط في الحاجات المقليه الحاجات اللي فيها دهون مشبعة. يعني المفروض مثلا الواحد لما يجي ياكل بدل ما ياكل حاجة مقلية ممكن يستبدلها بحاجة مشوية، ده هيبقى صحي اكتر. تمام. السكريات، استخدام السكر الواحد كل ما يقلل منه على قد ما يقدر من استخدام السكر كسكر ده هيكون احسن طبعا. ففي حاجات كده خطوط عريضة. ممارسة الرياضة، يعني المفروض ان الواحد يكون بيمارس الرياضة بانتظام، بس الرياضه ليها ضوابط علشان بس كلمه الرياضه دي مش كلمه مفتوحه. ما هو يمكن ده في السؤال اللي جاي على طول كان لحضرتك، ان للاسف في بعض من الساده المشاهدين بتربط الرياضه دايما بالجيم او بالنوادي او ان هم يقدروا يروحوا للنوادي عشان يمارسوا الرياضه، ويمكن ده بيصعب الموضوع شويه على الساده المشاهدين لان طبعا مش بيتوفر الوقت او مش بيتوفر طبعا. فاحنا عايزين نغير المفهوم ده. حضرتك تقول ايه للساده المشاهدين على بعض التمارين اللي تساعدنا في تثبيت الوقت في تثبيت الوزن وفي نفس الوقت نقدر نمارسها بسهوله في البيت؟ بصوا، لازم نبقى عارفين بس الاول ان التمرينات والرياضه مش مفتوحه كده وخلاص لاي حد. الرياضه كويسه وكل حاجه لكن لازم نستخدمها الاستخدام المظبوط. الرياضه دي ليها بريسكريبشن، ليها روشته. زي الروشته بتاعت الدواء بالظبط. تمام. الواحد كل على حسب كل حاله صحيه معينه يقدر يعمل ايه وما يعملش ايه فالامور تبقى ماشيه مظبوط. يعني ما ينفعش مثلا حد وزنه زايد او نقول له تعالى اجري. تمام. اجري دي بيمشي الاول، يعني انت هتبوظ له دلوقتي، هتبدا تعمل عبء على القلب جامد جدا عشان الوزن هو شايل فوق طاقته. تمام. هتبدا تبوظ في المفاصل، يعني الركبتين هيبداوا يتاثروا، الظهر هيبدا يتاثر. فمش كل ما تبذل مجهود اكتر وكل ما تعمل حاجات اكتر كل ما هتخس اكتر وتحرق اكتر، ده مفهوم مش مظبوط خالص.
حتى البرامج اللي بتتعمل كبرامج رياضية المفروض تبقى تدريجية. اه طبعا. مفيش حاجة اسمها ان واحد مثلا زي بالظبط اي حد بيعمل اي رياضة، لو حد بيلعب كورة ما ينفعش فجأة تخليه ينزل يلعب التسعين دقيقة. لازم يكون في احماءات الاول، تدريبات احماء اه عشان طبعا، وبيكون في فترة اعداد بدني قبلها بشهور حاول تدخل وحاجات. الجسم في المود معين اللي هو بالظبط يقدر بعد كده يبذل عشان يوصل بالظبط. للحد لكن ما الاقصى يجيش من حد بذل مثلا المجهود. ما بيعملش مجهود خالص وتقول له انزل العب ايروبكس ساعة كل يوم، اه طبعا هيبقى الموضوع صعب جدا عليه، طبعا ومش هيدينا نفسيا النتائج يعني. هيكره الحكاية لانه مش هيبقى قادر ان هو يواكب، وجسمانيا ممكن ينضر لانه هو مش متعود يعني ما عندوش انديورنس وعنده فاتنس يقدر يأهله ان هو يقوم بالشكل ده من التمرينات. طيب هي يعني بس هي وجهة الحاجة اتفضل اللطيفة جدا اللي تنفع لكل الناس، بالظبط. اللي ما عندهاش مشاكل في الركبتين، ما عندهاش مشاكل في الظهر كانزلقات غضروفية والحاجات اللي هي بتبقى طبعا ليها مشاكل. المشي المشي اه اه، بس لازم نعرف ان المشي مش دايما الناس متخيلة ان المشي بيخسس بشكل مباشر، يعني مش هننزل نمشي النهاردة علشان نحرق اللي احنا كناه، زي ما بسمع كتير من العيانين بيقولوا الجزئية دي، احنا هناكل وبعدين ننزل نمشي عشان نحرق. هو بيبقى متخيل ان هو بعد ما بيدخل كالوريز للجسم او سعرات حراريه للجسم، فهو بيحاول يبذل مجهود عشان يطلع السعرات الحراريه دي، بس طبعا طبعا الحاجات اللي بتبقى متخزنه في الجسم لان مش هو بتنزل في كمان ساعتها. المشي الساعه بيحرق من 100 ل 200 سعر تبعا للسرعه اللي انت ماشي بيها، فمن 100 ل 200 سعر ده مش حاجه يعني مؤثره قوي، يعني دي علبه كان كده تكون شربتها، يعني اه مش طبعا حاجه فظيعه في السعرات. ايوه ايوه لكن ليه فوائد تانية ممكن يحسن عمليه الحرق على بعد وقت من المشي. يعني مثلا انت بتمشي بقالك 3 شهور، معنى كده ان التومت عضلاتك وعضلاتك بقت احسن، معنى كده ان انت بدات تحرق احسن لان عضلاتك بقت احسن. ده لانك كده بشكل غير مباشر بيبدا يساعد في التخسيس وبيساعد في الحرق. كمان بيخلي الحاله النفسيه والحاله المزاجيه احسن المشي، لان هرمونات السعاده اللي بتتفرز في المخ في الوقت اللي الواحد بيمشي فيه الفترات دي بتحسن الحاله المزاجيه، بيحسن الدوره الدمويه، بيحسن كفاءه الجهاز التنفسي، بيحسن حاجات كتير جدا كمشي. حضرتك عايز توصل للساده المشاهدين يعني اللي نقدر نقوله ان اهم حاجه الاستمراريه، حتى لو انت الاستمرارية بتبذل مجهود قليل او حتى لو مثلا نص ساعه مشي او ساعه الا ربع مشي، مظبوط اهم حاجه ان انت تستمر في ده، لان الجسم واحده واحده بيبقى قابل للحرق، واحده واحده بتحسن وظائف الجسم بتاعته. مظبوط مظبوط كده؟ مظبوط طبعا. تمام. في بقى عادات غذائيه يمكن خاطئه بيبقوا الساده المشاهدين او اللي بيعمل ريجيم او بيعمل دايت او كده ما بيبقاش عارف ان هي بتاثر عليه. طبعا احنا اتكلمنا عن الاكل والاكلات اللي ممكن ناكلها وممكن ما ناكلهاش، لكن العادات الخاطئه، العادات الغذائيه الخاطئه اللي ممكن بعد ما اوصل للوزن بقى خلاص اللي انا شايفه مثالي وان انا كده وزني بقى تمام، ممكن اقع فيها من غير ما اخد بالي. ايه اخطر حاجات حضرتك حابب تقولها لنا؟ اخطر حاجه اللخبطه في مواعيد الوجبات، دي اخطر ما يكون، ان واحد مثلا يقعد طول النهار ما ياكلش ويروح بالليل ياكل ويروح ينام. دي من أسوأ الحاجات كعادات صحيه اللي ممكن تبوظ الحكايه خالص، حتى لو انت عملت تثبيت وزن، لان المشكله ان الحرق بالليل يعني بعد الساعه 6 الحرق بيكاد يكون في بيقل اقل حالاته. بعد الساعة 6، بعد الساعه 6 فاحنا ما نحاولش ناكل حاجات دسمة او ما نحاولش ناكل. فاحنا اه طبعا، فبعد الساعة 6 دي المفروض يبقى الحاجة اللي احنا هناكلها تكون حاجة خفيفة، تكون في صورة فاكهة، تكون في صورة زبادي، تكون. لكن ما ينفعش حد مثلا يجوع نفسه طول النهار ويجي بعد الساعة 6 ويقعد اول ما يروح بالليل يقعد ياكل 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 ويخش ينام. وجبة الفطار طبعا دي مشكلة. وجبة الفطار دي وجبة مهمة جدا، لان وجبة الفطار دي هي اللي بتبدأ تشغل الحرق الصبح. الحرق بتاعنا بيبقى كويس علشان وجبة الفطار بتبقى بدري، كل ما تبقى بدري كل ما يبقى أحسن. وتثبيت مواعيد الوجبات، مواعيد الوجبات إن هي تثبت دي حاجة مهمة جدا. فأحسن وقت إن الواحد مثلا يفطر فيه يكون 8 الصبح، أحسن وقت إن الواحد يتغدى فيه يكون 2، أحسن وقت الواحد يتعشى فيه يكون 8 بالليل. دي طبعا المواعيد الثابتة اللي احنا نحاول نحافظ عليها عشان هتفرق معانا في 8 2 8.
تمام. يمكن هستأذن حضرتك بس نقول للسادة المشاهدين، أعزائي المشاهدين، في سؤال للسادة المشاهدين حابب نقوله لحضراتكم، ومستنيين الإجابات بتاعة حضراتكم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة من خلال تليفوناتكم ورسائلكم. سؤال للسادة المشاهدين هيكون: كيف تحافظ على ثبات وزنك المثالي؟ مستنيينكم تجاوبوا معانا على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. طيب، يمكن يا دكتور وحضرتك معودنا دايما على كل حاجه جديده بتبقى في عالم النحافه وفي عالم السمنه، ايه احدث التقنيات اللي بتتبع حاليا عشان تثبيت الوزن؟ بص، هو تثبيت الوزن بقى، علشان الموضوع ده فيه جدل كتير قوي، يعني في اراء كتيره. تبص تلاقي في ناس تقول لك ان مفيش حاجه اسمها تثبيت وزن، وفي ناس تانية تقول لك لا، تثبيت الوزن ده عباره عن اسبوعين ثلاثه، في ناس تقول لك لا 4 اسابيع، في ناس تقول لك لا 6 اسابيع. حسما للخلافات او الجدل الكتير، تمام. احنا قلنا ان تثبيت الوزن بيبدا من اول يوم احنا بنعمل فيه رجيم. طب انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس هو يعني مش معارض ان انا يعني مش معارض لفكره ان انا بنزل وزني، يعني هو المرحله بتبقى تخسيس فانا انزل وزني، بس اقدر اقنع يعني اقول للمشاهد ان انت من اول يوم بتثبت وزنك؟ لا، هو مش بيثبت ان هو يعني يثبت عايزين نوصفها على الوزن. الفكره دي بعد اذنك. هو كلمه ان احنا هنحافظ على معدلات الحرق مظبوطه علشان نستخدم الموضوع ده في الاخر لما نيجي نثبت ما يبقاش الحرق سيء، لان الحرق سيء انت لو خدت حاجات قليله الجسم بياخدها يخزنها. تمام. فاحنا علشان نتلافى النقطه دي، بس مش موضوع كده ان احنا بنثبت في الوزن. بنثبت من الاول. نرجع للتقنيات، اتفضل. لا خالص. لما جم يشوفوا الجوع بقى والاكل، انت دلوقتي خلصت خلاص ونزلت الوزن اللي انت عايزه، تمام، وهنفترض ان معدلات الحرق بتاعتك خلاص مظبوطه، يعني انت كنت ماشي على تتابعات مظبوطه من الانظمه في الاول، فبقيت خلاص انت دخلت في المرحله الثانيه اللي هي التثبيت بتاعت الوزن بعد ما خلصت، تمام، رجيم. طيب، نيجي نشوف القصه بتاعت الجوع وعلاقتها ايه بتثبيت الوزن وبمعدلات الحرق. الواحد علشان بيجوع بكذا طريقه. يعني بيجوع علشان المعده المفروض انها تتملي فيحس بالشبع، لو مش مليانه بيبقى جعان. طبعا. فتبعت اشارات للمخ تقول له انا اتمليت، عن طريق مستقبلات جوه المعده. لما المعده حجمها بيزيد بتبعت المستقبلات بتروح بعتها للمخ تقول له انا اتمليت، فيقول خلاص انا شبعت. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الجلوكوز في الدم ينزل، فلما الجلوكوز في الدم ينزل يتبعت اشاره للمخ يقول احنا محتاجين جلوكوز في الدم، فمحتاجين ان احنا مثلا ناكل سكريات او حاجه فيها. تالت حاجه ان المخ يكون متعود على شكل معين من الاكل هو بيبقى ساتسفايد بيه، وهو ده اللي راضي، بيشبعه. راضي، عامل له رضا. بالظبط، وهو ده اللي بيشبعه، وهي دي بقى المشكله الكبيره في الموضوع. لانك قصه الحيز بتاع المعده، انت بتبقى معدتك قلت خلاص بعد الفتره اللي عملتها من الرجيم، الموضوع ما بيبقاش زي الاول، فانت لما بتحط فيها حاجه حتى لو قليله بتبدا تتملي وتبعت اشاره للمخ تقول انا اتمليت، فدي نقطه خلاص. احنا استاذنك هنكمل التقنيات، بس عشان بيقول لي معانا اتصال. استاذه نوال، مساء الخير استاذه نوال، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. اهلا بيكي معانا الدكتور، اتفضلي. اتفضلي دكتور باسم وحضرتك. انا دكتور دلوقتي المفروض وزني 116. ومطلوب مني انزله فتره، يعني عشان في عمليه عايزه اعملها وكده، والمفروض ان انا انزله عملية يعني ايه؟ في خلال شهر كده او حاجه. عمليه ايه؟ عمليه في الرحم، بالمنظار. ف بتابع مع دكتور تخسيس، فبيديني جلسات تفتيت دهون. أيوة. وبيديني نظام غذائي، تمام، بس كل اللي انا قلقانه منه اللي هي الجلسات بتاعه تفتيت الدهون دي. انت بتعملي جلسات ايه بالظبط؟ نعم، بتعملي جلسات ايه؟ جلسات كده بيحط لي جهاز على البطن بيعمل لي موجات، يعني ايه، هو قال لي دي طبيعيه. اسمها ايه؟ اسمه ايه الجهاز؟ مش عارفه كده، بالاشاعه او حاجه، مش عارفه صراحه. لا، اصل كل جهاز بيعمل حاجه معينه. هو قال لي بيفتت الدهون. كويس، اسمه ايه بقى الجهاز؟ مش عارفه صراحه. طب بيتعمل ازاي؟ بيتحط كده زي سماعات كده، بيتحط على البطن، وبفضل مثلا حوالي 45 دقيقة. وبتفضل محطوطة ما بتتشالش؟ لا، ما بتتشالش. بيتحط عليها جل وتتحط على البطن؟ ايوه. وتطلع زي ذبذبات كده؟ اللي بعديها بقى اللي هي بتبقى الشد، بعد كده بعديها بيبقى فيه شد بعد كده كمان،
برضه ده جهاز تاني بيعمله لي بعديها برضه، بياخد حوالي 45 دقيقة برضه. لا لا، الجهاز الاولاني دي حاجة الأولاني ما بيعملش زي، ما بحسش بأي حاجة. ما بتحسيش بأي حاجة. اه طب في كام حاجة بتتحط على بطنك؟ حوالي 5 سماعات كده. تمام. طيب هو الجهاز اللي انت بتقولي عليه ده السونولايزر، تخسيس بالموجات فوق الصوتية. اه طب ده كويس؟ ده جهاز آمن طبعا اه ومفيش فيه مشكلة. وبعد كده بتعملي ايه بقى؟ وبعد كده بيعمل لي عملية شد كمان برضو، بيحط لها جهاز تاني عشان يقول لي الترهلات وكده، ايوه بيشد البطن، بيحط جهاز تاني برضو بيعمل موجات كده عشان تشد البطن. طيب تمام. ده كويس؟ مفيش مشكلة. ما يعني والدهون قاله بتروح في حتة تاني في الجسم. لا، ما هي مفيش حاجة اسمها هي بتروح في حتة تاني دي لو انت ما طلعتيهاش. ما هو انت لازم تكوني ماشية على نظام غذائي مظبوط علشان يقدر يحرق الدهون اللي انت بتدوبيها دي. الموضوع مش موضوع تدوب دهون وخلاص، الموضوع موضوع ان احنا ندوب دهون ونتخلص منها، نتخلص منها ان احنا نحسن كمان كفاءة الجهاز الليمفاوي عندنا. في حاجات معينة لازم نعملها وارشادات نكون ماشيين عليها في اثناء الجلسات علشان نحسن بيها كفاءة الجهاز الليمفاوي عشان يقدر يتخلص من كل كمية الدهون اللي احنا دوبناها. مفيش حاجة اسمها ان احنا نقعد ندوب وخلاص، دي اول حاجة. تاني حاجة، في تقنيات اسرع شوية من السونولايزر طبعا، يعني في الكافيتيشن، في الكرايولايبوليسيس، الجهاز التخسيس بالتجميد والتبريد، يعني في حاجات كتيرة، في الليزر البارد. فدي حاجات كلها ممكن تساعد شوية في السمنة الموضعية على أساس إن أنت بتقول إن الوقت عندك محدود علشان دكتور النساء قال لك إن أنت لازم في وقت معين تفقدي كمية من الدهون معينة. فممكن في حاجات تانية كتير ممكن تساعد، يعني بحيث إن هي موضوع السمنة الموضعية بتاعة البطن ده تقدر تظبطها لك يعني. شكرا على اتصال حضرتك استاذه نوال، ونتمنى نكون جاوبنا على سؤال حضرتك. يمكن عشان فاضل لنا دقيقتين خلاص وننهي مع حضرتك، عايزين بقى اهم النصائح العامه اللي حضرتك تحب تقولها في البرنامج عشان نوصل لنتيجه مرضيه. طيب بس جزئيه بسيطه بس نقولها في خلال دقيقتين، اتفضل حضرتك. الجزئيه اللي كنا بنتكلم عليها، اتفضل. احنا مشكلتنا في التثبيت بتبقى في برمجه المخ تاني، ان احنا نعيد برمجته علشان القصه بتاعت الجوع النفسي. لان المخ متركب فيه وموجود فيه صوره للكميات الاكل الكبيره اللي كان الواحد بياكلها قبل كده. فانت ممكن تحل مشكله جلوكوز الدم، وممكن تحل مشكله المعده اللي بتتملي، لكن بتبقى المشكله اللي بتواجهنا شويه هي ان المخ بالصوره القديمه بتاعه الاكل فبياكل كميات كبيره متعود عليها، دي بتزود حجم المعده وتبدا تعمل في تكنيكس كتيره بقى دلوقتي طبعا للتغلب على الموضوع ده. والموضوع ده بياخد 6 شهور، معنى كده ان تثبيت الوزن ما ياخدش اقل من 6 شهور، 6 شهور عشان تقدر تعيد برمجه المخ تاني على الوضع الجديد. فدي نقطه بس كان لازم نبقى لازم نكملها طبعا نوصلها. تمام. علشان نحسم الجدل بتاع ان التثبيت شهر واسبوعين و3 اسابيع او ان مفيش تثبيت خالص والكلام ده. تمام. بعد كده الحكايه بتبقى لايف ستايل بقى. الواحد لازم يكون طبعا يشرب ميه كتير، لازم يكون بيمارس رياضه بانتظام، لازم يكون بيبعد شويه عن الحاجات اللي فيها ملح كتير، السكر الكتير، يبعد عن الحاجات المقليه والحاجات اللي فيها دهون مشبعه، على قد ما يقدر يحاول يعيش بشكل يعني حياه صحي علشان الامور تبقى احسن يعني وتبقى كويسه. في نهايه الحلقه بشكرك دكتور باسم خليفه، رئيس وحده السمنه والنحافه بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، على المعلومات القيمه اللي استفدنا منها النهارده. اعزائي المشاهدين، حلقتنا خلصت بس اسئلتنا لسه مكمله مع حضراتكم. كل يوم 3 الساعه 1 مع برنامجكم اسعاف، على وعد بلقاء متجدد. كان معكم احمد خليل.